اسمي كرم حجازي، عمري 23 سنة، بتعلم تمريض بجامعة حيفا، إسا بالسنة الرابعة إن شاء الله. من هواياتي إني أقرأ كتب اللي هي كتب روايات طويلة، ومن هواياتي كمان إني أحضر فوتبول مش ألعب فوتبول. أنا بشجع فريق ريال مدريد. لما أكون بين عيلتي بحس إن أنا أقوى بني آدم، أقوى، عندي معرفة تمخاء. ومرة رحت بمشروع اللي كان اسمه خطوة واحدة أمام الجميع بجامعة حيفا، اللي كان المفروض نبات هناك لجمعة. حسيت قديش أنا حابب أروح على الدار وحابب أكون قريب من العيلة تاعتي، لأنه صعب أنا أتعامل مع الغربة. بالنسبة للشراكة هي إشي كثير مهم ولازم يكون موجود بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه، عشان يصير هذا التعايش المفروض البني آدم يحس حاله إنه ماخذ كل حقوقه، ماخذ كل الاحترام اللي هو بيستحقه، يحس حاله إنه شافيه مول شافيه، يعني إنه يحس حاله متساوي مع الآخر.